له تصريح مختلف. تعالوا نسمع تصريح اللاعب قبل ما ينضم لنادي الزمالك ونرجع تاني. قدامك عرضين من الاهلي والزمالك، كنت تختار ايه؟ الزمالك الحقيقه. طب انا في طبيعتي ما نحبش الفرق معناتها في العاصمه، كما نقولوا نحن الريال مدريد ولا مانشستر ولا في اي معناتها بلد، ما نحبش اللي يبدا الفريق هو واخذ معناتها كما نقولوا نحن اكثر بطولات في بلد. معنى غريبه دي، مع ان اي حد يقول لك لا انا اروح للفريق اللي اكثر بطولات عشان يعني هو الحقيقه في واقدر في كويس في مصر كما نحن في تونس معناتها النجم ولا التراجي معناتها نخير النجم معناتها اكثر لي فريق وكل شيء، وفي الحقيقه في مصر معناتها نحب نلعب في الزمالك احسن من الاهلي الحقيقه. ده كان بعد توقيع العقد الرسمي والانضمام لنادي الزمالك، لكن هو كان بيوقع عقد اخر من خلال الكلمات المعسوله اللي بيرددها على اذن جماهير نادي الزمالك اللي بتحب النوع ده من التصريحات، برغم ان عبد الجواد قال له يعني ده غريبه جدا، اي نادي بيتمنى الفريق الاكثر بطولات والفريق الاكثر شعبيه فانت اخترت نادي الزمالك. هو كان طبعا كان واضح يا فارس ان كلامه موجه لشريحه عارف كويس قوي ان ده هيجيب معاه. اولا هو زي ما انت قلت هو فاهم مدخل جمهور الزمالك كويس قوي، زي ما كتير من المعلقين وغيرهم مقدمي البرامج بيعملوا. تاني نقطه، انا التمس له العذر في حاجه واحده بس، هو اختار نادي الزمالك والاهلي ما كانش بيفاوضه في الوقت ده ولا فضله، فهو عايز يقول له انت فضلت الزمالك ليه؟ هو راح للحته اللي يقدر يتكلم فيه. انا الزمالك اي سبب هيقوله لا، بطولات النادي الاهلي اكبر، تاريخ النادي الاهلي اكبر، شعبيه النادي الاهلي اكبر، ودي حقائق لا تقبل اي شك او ظن. فراح انا ما بحبش الفرق اللي فيها بطولات، عارف لما يبقى عند حد حاجه منوره قوي، فاصل انا ما بحبش ده. فهي كانت واضحه جدا، مش حبيبها بالظبط. لما بقى متاح لي ينضم للفريق الأكثر شعبية، الأكثر تاريخا، الأكثر بطولاتا، واللي أي حد يتمنى يلعب ليه، كان تصريحه إيه؟ نروح ونسمع حمدي النجاز برضه. لو عندك عرض من النادي الأهلي وعرض تاني من أوروبا أو عرض خليجي برقم أو بمبلغ كبير، تفضل يعني العودة مرة تانية للدوري المصري؟ بص يا كابتن، انا قلت انا الحمد لله ممكن لعبت في فرقتين، ممكن من في افريقيا معروفين اللي هم النجم الساحلي للزمالك. انا في طبيعتي دايما وعايز دايما في مستقبلي انا بكون في فرقه كبيره، لو اكيد لو عرض علي الاهلي او فرقه اخرى من السعوديه خير وافضل الاهلي. انت عارف الاهلي فيها علي معلول، وده معناتها لاعب كبير ولعب معايا في المنتخب، ممكن يساعدني على الحاجه دي زي ما انا لما كنت في الزمالك كان فرجاني معايا وتاقلم بسرعه. فان شاء الله واحد زي ما قلت لك المفيد، ان شاء الله واحد بيعرف بيحط رجليه فين، وباذن الله ان شاء الله لو ربنا كرمني اكون عند حسن المستوى واقدم اضافه في اي مكان ان شاء الله. بيفضل النادي الأهلي حتى على أندية الخليج، حتى على أي سبب مادي أو معنوي أو فني. ولكن اللي عايز أقوله ممكن برضو نلتمس له العذر ونقول إن لما جاء وقعد في مصر وشاف النادي الأهلي وشاف بطولات النادي الأهلي وشاف فكرة النادي الأهلي ومؤسسيته، عرف إن النادي الأهلي مؤسسة يحب جدا ينتمي ليها. طبعا علاقة اللاعب بناديه أو فكرة الغرامات أو الموضوع اللي بيثار دلوقتي إحنا مش طرف فيه، بس كنا طرف في حاجة تانية خالص، وهي اللعب على مشاعر الجماهير اللي إحنا عندنا 100 حاجة ممكن تبررها بالنسبة للزمالك، بس ما عندناش إحنا ما يبررها، لأن دايما اللي بيشوف النادي الأهلي بيعرف النادي الأهلي كويس قوي. لكن في نقطة فارس مهمة جدا أنا حابين نوضحها، طبعا تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ كانت واضحة إن ما فيش نية للتعاقد مع حمدي النجاز، وده مش قصتنا، لكن إحنا بنفكركم كالعادة في حلقاتنا بمواضيع وقضايا تبنيناها في السابق. القوة الشرائية، أدي لاعب في نادي الزمالك وانتقل لدوري آخر وبيتمنى حاليا يعود برغم فلوس الخليج وماديات الخليج، ويحدد كمان السعودية عشان نعرف فكرة الانضمام للنادي الأهلي بالانتماء بقى بقيمة النادي الأهلي بالبراند لاسم النادي الأهلي. ومش ممكن أبدا أي استثناء يحيد أو يخليه أو نخليه البعض يخليه قاعدة، لأن النادي الأهلي نادي كبير وسيظل حلم لكثيرين كثيرين كثيرين. ما هو انا معاك في القوة الشرائية في الخليج، انما هنا مش في نادي الزمالك، لان اللاعب ماشي من نادي الزمالك عشان مستحقاته اصلا. فنطلع لفاصل ونرجع لفقرة اكثر سخونة، فقرة اون سبوت، مستنيينكم.
ريتهم الكل كيفك يعني.